تحدي القراءة العربي. الحضور الكريم، تحدي القراءة العربي أكبر مشروع عربي ضمن مبادرات مؤسسة محمد بن راشد المكتوم العالمية، الهادفة إلى تشجيع القراءة لدى الطلاب والأجيال الناشئة في العالم العربي. واليوم اختتمت الدورة السادسة من البطولة على مستوى دولة الإمارات بعد مشاركة كبيرة بلغت 846 طالبا وطالبة. هذا الإقبال بالرغم من جائحة كوفيد 19 يبين مدى أهمية هذه المبادرة اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في عام 2015 برؤية وهدف أنها تخلق جيل واعي مثقف من الطلاب والطالبات متعطش لتعلم اللغة العربية وللعلم وللمعرفة، يساهم في خلق مستقبل مزدهر لهذه المنطقة ككل إن شاء الله. اليوم نحن موجودين في حفل تحدي القراءة لتتويج بطل دولة الإمارات، وإن شاء الله سيمثلنا خير تمثيل في الحفلات النهائية إن شاء الله لتحدي القراءة العربي. حيث الإبداع والثقافة نحتفي بكوكبة من القراء. في فئة المدارس المتميزة على مستوى الدولة كانت الجائزة من نصيب مدرسة النوف حلقة ثانية بنات في منطقة الشارقة التعليمية، فيما نالت منى الحمادي من منطقة خرفكان التعليمية جائزة المشرف المتميز. أما بطل التحدي في الإمارات فكان من نصيب الطالب محمد علي اليماحي من مدرسة حمد بن عبد الله الشرقي بالفجيرة. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى لوصولنا إلى هذه المرحلة العظيمة، ونتقدم بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي قدم لنا الدعم المادي والمعنوي لوصولنا إلى أعلى المستويات، وشعور رائع جدا لوصولنا إلى هذه المرحلة، شعور فخر واعتزاز وفرح وسعادة أيضا لرفع بلادي ورفع علم بلادي. وإن شاء الله في المراحل القادمة سنجتهد أكثر وأكثر لنحصل على بطل لقب بطل تحدي القراءة العربي. الجائزة كرمت كذلك العشر الأوائل على مستوى المناطق التعليمية في إمارات الدولة، فضلا عن منطقتي العين والظفرة التعليميتين، ضمن 90 طالبا تأهلوا إلى المراحل النهائية في تحدي القراءة على مستوى الإمارات. منذ انطلاقته أوجد الحدث حراكا معرفيا أسهم في بناء فكر واع لدى الناشئة، الأمر الذي من شأنه أن يكون جيلا مبدعا قادر على الابتكار في المجالات كافة. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، دبي.